أهلا بكم من جديد. افتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وبحضور سعادة السيد أمين بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة افتتح النسخة الثانية من الملتقى الشبابي لريادة الأعمال مايكرو شباب الذي تنظمه جمعية المستقبل الشبابية هذا العام تحت شعار تطبيقات والمتاجر الإلكترونية فرص وتحديات. وأكد الوزير الزياني على الأهمية التي أصبحت تكتسبها مشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتحول النوعي في أعدادها وتجربها بمواكبتها للتكنولوجيا والتطور الحاصل في عالم الاقتصاد وما يشهده من تحولات نوعية. ويأتي الملتقى كامتداد لتوجهات قمة الشباب 2018 التي تعتبر إحدى مبادرات البرنامج الوطني لتطوير قطاع الشباب والرياضة استجابة وكجزء من رؤية مملكة البحرين 2030 والتوجهات الوطنية نحو خلق جيل واع قادر على المنافسة عالميا. تصدرت مملكة البحرين عدد العضويات في سجل المحكمين والخبراء لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار، وبلغت العضويات 125 عضوية من واقع 181 محكما وخبيرا سجلها المركز خلال النصف الأول من العام 2019 خلال الفترة من الأول من يناير إلى 30 يونيو الماضي. وأكد الأمين العام لدار القرار أحمد نجم أن التسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء يشهد نموا في حجم الطلبات على الرغم من رفع المستوى أو المركز لمستوى الاشتراطات للتسجيل في قائمة المحكمين وجدول الخبراء. وللمزيد مشاهدينا حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم معنا عبر الهاتف مباشرة السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دار القرار. مساء الخير سيد أحمد، وبداية ما هي الأهداف والخطط الاستراتيجية لمركز التحكيم التجاري دار القرار؟ السلام عليكم ورحمة الله. طبعا أنا سعيد بتلقي هذا الاتصال من النشرة الاقتصادية بمركز الأخبار بتلفزيون البحرين. مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية باعتبار منظمة إقليمية دولية متخصصة في التحكيم التجاري، من أهم أهداف الاستراتيجية تأكيد الطابع الإقليمي الدولي للمركز من حيث شخصيته القانونية، حصاناته، مزاياه، وطبعا طبيعة أحكامه الغير خاضعة لدعوى البطلان. هذا هدف استراتيجي عمل عليه المركز يمكن من نشأته أو من ممارسة تاريخ ممارسة أعماله من مارس 1995. بجانب طبعا هدف استراتيجي آخر، تعزيز دور التحكيم كنظام متفرد قائم بذاته وكأداة متميزة لتسوية المنازعات التجارية وجاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة. هذا أيضا هدف من الأهداف الاستراتيجية اللي يسعى إليها المركز. الهدف اللي قد يكون له علاقة بالخبر الآن اللي تقدم من خلال النشرة الاقتصادية هو تأهيل وإعداد جيل من المحكمين من خلال طبعا تنفيذ مجموعة من البرامج التدريبية العالية الجودة ونشر وتعزيز ثقافة التحكيم. ولا ننسى طبعا في هذا الجزئي في هذه الجزئية أن نقدم جزيل الشكر إلى شركائنا في تنفيذ هذه البرامج، من ضمنهم طبعا هيئة صندوق العمل تمكين في مملكة البحرين، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة العدل أيضا. فهذه هؤلاء شركائنا في البحرين، لذلك تم تحقيق هذه النسبة العالية من تسجيل تقريبا 181 أو قيد 181 محكم في قائمة المحكمين وتصدر مملكة البحرين إلى هذه القائمة. نعم سيد أحمد، بالحديث عن العضويات المسجلة، ما هي التخصصات التي شهدت النصيب الأكبر من العضويات؟ هو طبعا بحكم أن المركز التحكيم التجاري جهاز قضائي أو جهاز شبه قضائي، دائما تكون التخصصات القانونية بفروع القانون.
سواء كان قانون خاص أو قانون عام، يعني قانون تجاري مدني إلى آخره. تشهد دائما التخصصات القانونية النصيب الأكبر، وأنا يتهيأ لي يمكن وصلت النسبة إلى 46 أو 47% من نسبة 181 محكم في القانون. التخصصات الأخرى طبعا تأتي أيضا بنفس الأهمية، التخصصات الهندسية وإدارة المشاريع، هذه أيضا من التخصصات اللي عليها أقبال سواء في البرامج أو سواء في القيد في قائمة المحكمين. ثم أيضا تأتي بعض المنازعات الأخرى والتخصصات الأخرى، مثل التخصص في منازعات أسواق المال، التخصص في التحكيم البحري أيضا. لكن القانون بصفة عامة دائما في كل سنة هو يأخذ النصيب الأكبر من هذه القائمة. نعم السيد أحمد نجم الأمين العام لدار القرار، شكرا جزيلا لك. والآن ننتقل مشاهدينا لأسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، والبداية مع بورصتنا المحلية، حيث تقدم مؤشر البحرين العام بنسبة 1.71% بإقفال عند مستوى 1537 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 5,828,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 1,944,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 135 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع البنوك التجارية. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، حيث تباينت مؤشرات البورصات الخليجية في نهاية تداولات اليوم مع ترقب المستثمرين لإفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها النصفية للعام الجاري 2019. نبدأ القراءة مع السوق المالية السعودية التي أقفلت بتراجع بنسبة 14 نقطة مئوية بإقفال عند مستوى 8,811 نقطة، في ظل هبوط أسهم قيادية في قطاع البتروكيماويات والمصارف. مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت أقفلت بارتفاع بنسبة 1.20% بإقفال عند مستوى 6623 نقطة، وذلك في الصعود السابع على التوالي بفضل ترقية الأسهم الكويتية إلى مؤشر MSCI في الفترة المؤخرة. سوق أبو ظبي للأوراق المالية أقفلت بارتفاع بنسبة طفيفة بنسبة 0.08% بإقفال عند مستوى 5030 نقاط، بسبب تقدم بعض الأسهم القيادية في قطاع العقارات. سوق دبي المالية أقفلت بتراجع بنسبة 0.45% بإقفال عند مستوى 2648 نقطة، بتأثير من تراجع أسهم قطاع الخدمات. أخيرا سوق مسقط للأوراق المالية قفلت بتراجع بنسبة 0.15% بإقفال عند مستوى 3816 نقطة، وذلك بشكل كبير يرجع إلى هبوط أسهم قطاع الصناعة. افتتحت شركة إعمار العقارية مكتبا لها في مدينة شيجن جنوبي الصين باعتباره إنجازا جديدا يضاف إلى مسيرتها. وعرضت الشركة خلال الافتتاح نبذة عن أهم مشاريعها القائمة في دبي، كما استعرضت الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين والشركات الصينية ورواد الأعمال. وأكد رحمة الشامسي قنصل عام الدولة في كوانجو بجمهورية الصين الشعبية على أهمية العلاقات المتبادلة بين دولة الإمارات وجنوب الصين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية. أشار تقرير نشرته وكالة بلومبرغ إلى أن العمل في مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستنظمها الدوحة عام 2022 وتصل كلفتها إلى نحو 200 مليار دولار،
يشهد تباطؤا في ظل وضع اقتصادي صعب تمر به الدوحة. ووفق التقرير فقد تقلصت أعمال البناء بنسبة 1.2% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2019 مقارنة بذات الفترة من العام السابق. واعتبرت بلومبرغ هذا التقلص في أعمال البناء والتشييد بمثابة ضربة للاقتصاد القطري. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. أستراليا تتهم سامسونج بتضليل المستهلكين بسبب الترويج لهواتفها الذكية على أنها مقاومة للمياه. قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه استكمل مراجعته للرابعة للأداء الاقتصادي للأرجنتين بموجب اتفاق ائتماني مشروط، ومن المنتظر أن يصرف شريحة بقيمة 5.4 مليار دولار إلى الحكومة بعد أن يوافق عليها المجلس التنفيذي للصندوق. ووقعت الأرجنتين اتفاق تمويل بقيمة 57 مليار دولار مع صندوق النقد العام الماضي، يتضمن تخفيضات في الإنفاق العام أضرت بشدة بالأسر والشركات التي تصارع بالفعل ركودا وتضخما مرتفعا. وتقول الحكومة إن آفاق ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية تتحسن، وأن التضخم سينهي العام عند مستوى يقارب 40%. قالت الجهة المنظمة للمنافسة في أستراليا إنها أقامت دعوى قضائية ضد وحدة شركة سامسونج إلكترونيكس الكورية الجنوبية في البلاد، متهمة إياها بتضليل المستهلكين للترويج لهواتفها الذكية جالكسي على أنها مقاومة للمياه. وتتركز الدعوى حول أكثر من 300 إعلان عرضت فيها سامسونج هواتفها الذكية جالكسي وهي تستخدم تحت الماء وفي أحواض سباحة وفي البحر. وفي حالة كسب الدعوى فقد ينتج عنها غرامات بملايين الدولارات. وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية إن سامسونج أكبر منتج للهواتف الذكية في العالم لم تجري الاختبارات الكافية لمعرفة الآثار الفعلية للمياه على هواتفها.